وعي ذو مقربة، مقام ذو مرتبة، في رحمة ومودة، حين تفتح أبواب العزة، يوم تفرش أرض القلوب فرشا، وتطلى سماء العقل طليا، وتدك جبال النفس دكا. يا مزمار الأزمان اعزف الأسرار، واشعل الأنوار، واخلق بالقلب قرار. يوم تشرق البدور للظهور، ويعم الفرح والسرور، وتضمحل ظلمات الشرور، حينها تنقشع المعاني، وتسكب الأنوار للأواني، فتمد القلوب مدا، وتشرخ جبال العقول شرخا، فتثور براكين المعرفة لتحرك أيدي القدرة. في لحظة توحيد دون تعديد، حين انطفأت شموع الظلمة، وتشافى الصدر من الغمة، فتلألأت مصابيح الهمة، غاب العقل عن العيان، واندثرت الأشكال والألوان، وتوقف سهريج الأزمان، وانمحق الأين، فتلاشى البين والمكان، فكان الوضوح والتبيان. في حضرة أرجوانية توحيدية، وسهرة نبوية سرمدية، التقت كنوز الأزل الأبدية، متجلية بلوامع نور بارق وشهاب حارق، في جمال وجلال ونور ونار، ذابت بهم الإزدواجية البشرية الأرضية. في لحظة غير ملحوظة، في دقة ذات رقة، وفعل ذي سطوة، في ميزان معدول، يوم تعكس المرايا، وتستبدل أدوار الجنود، وتؤخذ على الناس العهود، فيكون الشاهد هو المشهود، والغالب هو المغلوب، والظالم لنفسه مظلوم. يوم تقلب الأمور، وينكشف المستور، ويبدأ الباطن بالظهور، والظاهر بالبطون، فتطهر القلوب، وتظهر شمس الغيوب، لتشرق بنور المحمود.